في أول رد فعل له على تقرير أممي اتهم إسرائيل بارتكاب انتهاكات قد ترقى لجرائم حرب في غزة، أكد البيت الأبيض دعمه لما أسماه بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. أضاف أن الولايات المتحدة تحث الجميع دائما على عدم استهداف المدنيين في الحرب. يذكر أن التقرير اتهم أيضا فصائل فلسطينية بارتكاب انتهاكات في الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة في العام الماضي. في تسجيل مصور طلب رهينتان أجنبيان يحتجزهما متشددو القاعدة في شمال مالي منذ أكثر من 3 أعوام طلبا من حكومتيهما المساعدة في تأمين إطلاق سراحهما. كان الرجلان وهما من السويد وجنوب إفريقيا قد خطفا في مدينة تومبوكتو الصحراوية في نوفمبر 2011 قبل أسابيع من سيطرة متمردين علمانيين وإسلاميين على شمال مالي. وفي التسجيل ظهر شخص ملثم وهو يبلغهما أن المفاوضات جارية لإطلاق سراحهما لكنها لم تكلل بالنجاح حتى الآن. وهذه النشرة متواصلة معكم وفيها بعد قليل: برئاسة محلب اجتماع حكومي لبحث أوضاع الأراضي الزراعية المستهدف استصلاحها.